السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. تحية لكم بلغة العرب. الجزائر اليوم بطل كل العرب في كأس العرب بنشوة الفوز والظفر بالنجمة العربية الأولى. نستهل نشرتنا الرئيسة حيث فاز المنتخب الوطني للمحليين عن جدارة واستحقاق، فاز بكأس العرب بهدفين نظيفين على حساب المنتخب التونسي الشقيق. إلى العناوين. للمحليين يترصع بالنجمة العربية الأولى ويتوج بكأس العرب، ورئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يهنئ أشبال المدرب بوغرة، والفرحة يرسمها الجزائريون بلوحات بألوان الراية الوطنية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين في قطاعي العدل والبحث العلمي وعرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي. ممثلا لرئيس الجمهورية، الوزير الأول وزير المالية يستقبل من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش أشغال الدورة الثالثة لقمة الشراكة الإفريقية التركية بإسطنبول. تأكيد على جهود الجزائر في تفعيل الحركية التنموية واستحداث ممرات اقتصادية في إفريقيا على أساس متلازمة السلم والأمن والتنمية، بمقاربة تجعل من النمو الاقتصادي دعامة للأمن والاستقرار. الجزائر تصدر 50,000 طن من مادة الكلين نحو دولة كوت ديفوار انطلاقاً من ميناء عنابة. ومن الوادي جهود حثيثة لرفع رهان تصدير التمور الجزائرية بمواصفات عالمية. الجزائر تتوج إذن بكأس العرب بعد فوز ثمين ومستحق وتاريخي ومسار مبهر في البطولة العربية بقطر. إثر هذا التتويج المستحق هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هنأ أشبال المدرب مجيد بوغرة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث كتب: مبروك يا أبطال العرب، الله يفرحكم كيما فرحتونا. وعقب تتويج أشبال بوغرة باللقب العربي على حساب المنتخب التونسي الشقيق، سلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رفقة رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا جياني أجفانتينو، سلم كأس العرب فيفا 2021 لقائد المنتخب الوطني الجزائري الحارس وهاب ريس بولحي. كأس هذه البطولة يا أحبة الكرام، هكذا هي الأجواء، هكذا هي الصور هنا من استاد البيت المونديالي. أرجو أنكم استمتعتم.
نشرة اليوم استثنائية بمقاس الأبطال الذين صنعوا فرحة الجزائر والعرب في قطر. نرصد لكم الأجواء وكما تظهر على يمين الشاشة من ولايات الوطن مختلف الربوع الأجواء من ولاية قسنطينة لنتابع. الفرحة إذن تعم كل شبر من أرض الجزائر في الجهات الأربع، وكاميرا التلفزيون الجزائري ترصد فرحة الجزائريين التي يصنعونها في أجواء استثنائية، وطبعا كاميراتنا منتشرة عبر كامل ربوع الوطن، أليس كذلك ماجدة؟ وهو كذلك، الجزائريون يرسمون لوحات من الفرحة والبهجة، ومن وهران تصلنا هذه الصور. مشاهدينا الكرام، كاميرا التلفزيون الجزائري ترصد هذه الفرحة الاستثنائية للجزائريين في هذا اليوم بمناسبة ظفر فريقنا الوطني المحليين بكأس العرب فيفا 2021 بقطر إثر الفوز المستحق. تتابعون على المباشر الصور التي تصلنا من منتزه الصبلات بالعاصمة. العاصمة اليوم لا تنام ولن تنام لأن الفرحة استثنائية ماجدة. نتابع أولى الصور التي تصلنا إذن مباشرة من شوارع العاصمة، حيث في هذا المشهد البانورامي المدينة الجزائر العاصمة المحروسة مضاء ليلا مبتهجة، كل الجزائريين خرجوا احتفاء بهذا النصر والانتصار للفريق الوطني الظفر بكأس العرب 2021 بقطر.
أجواء الفرحة تصلنا مباشرة من شوارع مدينة بشار. هي الفرحة، إذن أجواء الفرحة التي تصلنا على مباشر، وكاميرا التلفزيون ترصد نبض الفرحة الجزائرية، الفرحة التي عمت كامل الربوع. الصور وصلتنا من بشار، تابعنا الصور قبلها من منتزه الصابلات. إلى أين نتجه الآن؟ إلى ورقلة، حيث ترصد كاميرا التلفزيون فرحة الأنصار وفرحة الجزائريين طبعا. لنتابع. الفرحة ما زالت متواصلة عبر كامل التراب الوطني كما تشاهدون مشاهدينا، والوجهة الآن إلى عنابة. الأجواء نرصدها لكم طيلة هذه النشرة. كل الجزائريين عائلة واحدة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نتقرب أو نرصد الفرحة في عائلة بطل العرب اللاعب يوسف بليلي. العائلة التي تابعت المباراة بتفاصيلها، بل بأدق تفاصيلها، فرحة الفوز كانت عارمة.
يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي. مشاهدينا، وكما أسلفنا تتابعون طيلة هذه النشرة، وكما يظهر على يميني الشاشة أجواء الفرحة، فرحة الجزائريين في مختلف ربوع الوطن في الجهات الأربع وأيضا خارج الوطن، فرحتهم بظفر الفريق الوطني المحليين بكأس العرب فيفا 2021. نواصل في تقديم سلسلة الروبورتاجات والمواضيع في هذه النشرة الرئيسة في هذا اليوم الاستثنائي، فإلى سلسلة تقاريرنا الإخبارية حول أبرز المكاسب والإنجازات المحققة منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. تراهن الجزائر على قطاع المناجم كمورد اقتصادي استراتيجي بالنظر لما تزخر به من ثروات منجمية من غار جبيلات بتندوف، مرورا بمناجم الذهب بجانات إلى وادي أميزور ببجاية، خريطة منجمية دعا رئيس الجمهورية للإسراع في استغلالها. حرية جرجار. على قدر كبر وشساعة مساحة الجزائر تتعدد وتتنوع مواقع ثروات المنجمية التي تشكل ثروة باطنية كفيلة بدعم الاقتصاد الوطني كأحد البدائل للثروات الطبيعية الباطنية التقليدية كالغاز والبترول. وتراهن الجزائر اليوم على القطاع المنجمي لتنويع اقتصادها بالنظر إلى الثروة المنجمية المتميزة من حديد وفوسفور بغرج بيلات، والزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية، ومنجم الفوسفات بالعوينات بتبسة، ومناجم الذهب بتمنرست وإليزي وجانت، هذا بالإضافة إلى محاجر الرخام والجرانيت. الاهتمام بالقطاع المنجمي اتضح جليا منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي في أوت 2020، حيث دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المناجم، وتجسد ذلك من خلال عدة قرارات اتخذت في أكثر من مجلس وزاري، مع التأكيد على تكييف النصوص القانونية لجلب المستثمرين الوطنيين والشركاء الأجانب بغرض مباشرة الاستغلال والتنقيب. ولازم المناجم تاعنا ندخل في استغلالها في أقرب وقت. عندنا الزنك، عندنا الحديد، عندنا الكويبر، عندنا آخر هاليورانيوم، هي قراج بيلات ملايير الأطنان نتاع المينري ريش أون فير بلوس 55% تونر دو فير بلوس، وقاعدين نتفرجوا ونستورد. فو بوجي، هو أنا جنتردي با لا بريزونس دو بريفي ناسيونال تاعنا في قراج بيلات، وجلو دي دمانيير أوفيسيال اللي بغي يستثمر مع 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 الشركات الوطنيه والاجنبيه اللي باش نفتحوا مع بعض كراج بيلات، مرحبا به، الف مرحبا. جو بريفير ان الجيريان او تشوز. والاستجابه جاءت من قبل وزاره الطاقه والمناجم التي وضعت خطة عمل استعجالية تمتد من 2020 إلى 2024 لوضع خارطة واضحة المعالم للقطاع المنجمي وإحصاء وجرد كل الثروات المنجمية، مع الإسراع في مباشرة استغلال منجم الحديد لغار جبيلات بتندوف. وحسب الدراسات فإن احتياط غار جبيلات يقدر ب 3.5 مليار طن عالي التركيز من مادة الفوسفور، وجاءت الشركة الجزائرية الصينية لتشرع في استغلال منجم غار جبيلات العملاق بتكلفة أولية قدرت بملياري دولار. إنتاج الحديد من غار جبيلات سيقلص فاتورة الاستيراد ويفتح باب التصدير عبر ميناء مستغانم. في كل المناطق عندنا إرث كبير فيما يخص العملية، نحكي على
بالنسبة لغارج بلاد. بالنسبة للحديد نحكي طبعا جانت وطبعا إليزي وتم نرصد في استغلال كذلك الذهب. نحكي طبعا الفوسفات بالنسبة لي طبعا تبسة وطبعا نرب تقريبا عمل ممكن ينشط ربع ولايات في هذه المنطقة. نظن عملية انطلقت كثير من الحركية في هذا القطاع، لأنه علاش لما نحكي على تنويع تنويع الصادرات أو تنويع الاقتصاد الوطني، حاجة الأولى ننطلق من الأمور اللي واجدة طبعا ومتوفرة، ويمكن من خلال العقد أو من خلال اتفاقية انطلاق طبعا في الشرك. الاستغلال الحرفي لمناجم الذهب بمنح رخص الاستغلال عبر 121 موقعا في جنوبنا الكبير بجانت وتمنراست وإليزي هي سياسة جديدة اعتمدت للحد من الاستغلال الفوضوي لمناجم الذهب، وفرصة لإنشاء مؤسسات مصغرة لشبابنا بجنوب الكبير. المنتجات الذهب كانت تصل من هذه الدول المجاورة، يعني من ماجل ونيجر ومالي ولا. دونك جاءت الاستجابة أنه إنشاء مؤسسة مصغرة لتتعامل مع المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب. درك استخرجنا كعينة صغيرة من الحجر، إن شاء الله يكون يحتوي على الذهب. هذه المبادرة اللي دارتها الجزائر مبادرة مليحة، أعطت للشباب التوحى يعني الأولى التوحى مهنة جديدة. التجربة الأولى تجور دي صعيبة، بالوقت نكتسب الخبرة إن شاء الله. ويتضح من السياسة المنجمية الجديدة أن الجزائر مقبلة على مشاريع استثماراتية ستجلب المستثمرين من داخل وخارج الوطن. هذا إذن عن الراهنية الاقتصادية. رهن الفرحة فهي منتشرة في كامل ربوع الجزائر احتفاء بظفر فريقنا الوطني المحليين بكأس العرب ل 2021، وكما أسلفنا التلفزيون الجزائري يرافق هذا الحدث من قبل انطلاق المباراة وفي أعقابها وخلال هذه النشرة، وكما تظهر الصور كل الجزائر منتشية وكلها فرح بهذا التتويج من كامل ربوع الوطن. ننتقل إلى أجواء الفرحة بساحة رياض الفتح مقام الشهيد بالجزائر العاصمة. تعاون وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على هامش أشغال القمة الثالثة للشراكة الإفريقية التركية، استقبل من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وعقب الاستقبال أكد الوزير الأول وزير المالية أن تركيا تعتبر شريكا اقتصاديا هاما بالنسبة للجزائر، مبرزا المضي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا. رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي طبعا أثرانا بتوجيهات وبنظرته المستقبلية للعلاقات الجزائرية التركية، وقد طبعا حملني عدة رسائل لأخيه السيد عبد المجيد تبون، خاصة دعوته السامية للسيد الرئيس لزيارة تركيا في أقرب الآجال إن شاء الله، لتمكين لهذه العلاقة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا بالمضي إلى الآفاق المرجوة والتي ينشدها الشعبين العظيمين.
وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في كلمته خلال أشغال القمة الثالثة للشراكة الإفريقية التركية، أكد تمسك الجزائر بضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سدا منيعا يحد من حالة عدم الاستقرار، مبرزا أهمية الشراكة الإفريقية التركية في معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة المهددة للأمن والسلم. وفد التلفزيون الجزائري لتركيا توفيق عجالي. قمة الشراكة التركية الإفريقية جسور للتعاون وخلق فرص للاستثمار وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما ما تعلق منها بالتجارة البينية والتي بلغت سنة 2020 رقم 25 مليار دولار. الجزائر تركيا حلقة متينة في القمة الثالثة بعدما تعززت العلاقة الاقتصادية وارتفع حجم التبادلات التجارية إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار مع تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين. أود في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي كلفني بتمثيله في هذه القمة الهامة، وبإبلاغكم تحياته الأخوية وتمنياته بالنجاح لأشغال قمتنا هذه. تولي الجزائر اهتماما كبيرا للشراكة الإفريقية التركية التي تجمع من جهة قارة نحن جزء لا يتجزأ منها ونعمل دون كلل من أجل استقرارها وتنميتها المتعددة الأبعاد وازدهار شعوبها، ومن هذا المنطلق ستواصل الجزائر دعمها لهذه الشراكة من أجل الدفع بعجلة التعاون بين إفريقيا وتركيا لترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا. لقاء سيفتح الباب بين الجزائر وتركيا لاستكمال حلقات التعاون في كل المجالات الحيوية، تعاون سيزيد من حجم المبادلة التجارية والمبالغ المخصصة للمشاريع التنموية واستثمار مستدام. تؤمن الجزائر إيمانا راسخا بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية وبضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سدا منيعا يحد من انتشار حالة لا أمن وعدم الاستقرار وتنامي الآفات الاجتماعية، وتدعو بلادي إلى اتباع نهج شامل لبناء السلم واستدامته مع تشجيع الاستثمارات الهادفة. كما أننا على يقين أن التحديات العابرة للحدود تستلزم تضافر جهود الجميع في إطار التعاون والتضامن، فالعبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا التي مست كل دول العالم دون أي استثناء أو اعتبار لقوة اقتصاداتها أو جيوشها، هي أنه لن يكون أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن. قمة من أجل تعزيز الشراكة ستؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار بين الجزائر وتركيا، شراكة مستدامة ترقى بالعلاقات السياسية والاقتصادية إلى مستويات عليا. من مقر انعقاد القمة باسطنبول، مبعوث التلفزيون الجزائري إلى تركيا توفيق عجالي. هذا وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة قد بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والعلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربين عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا، خاصة ما تعلق بالتبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة. نبقي على ملف التعاون الاقتصادي، حيث نظمت اليوم بالعاصمة ندوة جزائرية مصرية مشتركة للإنشاءات والطاقات المتجددة في الجزائر، هذا بهدف دراسة إمكانات وفرص تعزيز التعاون في هذا المجال. للتلفزيون نسيم يعقوبي. الإنشاءات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي مجال لشراكة واعدة بين الجزائر ومصر، هي اليوم محل تقييم وتعزيز وأعداد لأرضية مستقبلية بتفعيل دور منظمات وتجمعات رجال الأعمال للبلدين لزيادة حجم الاستثمارات على ضوء مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي في شقه الخاص بهذا المجال. إنعاش الاقتصاد الوطني بات اليوم أولوية مرحلية من أجل استثمار نتائج الإصلاح السياسي الذي شهدته الجزائر في العامين الماضيين، والذي ساهم بكل تأكيد في تعزيز استقرار البلاد، ممهداً بذلك للإصلاح والتجديد الاقتصادي
نحن نريد ونرغب في أن تكون مصر والجزائر بوابة للاستثمار في أفريقيا. نريد التكامل الصناعي، نريد التركيز على تطوير البنية الأساسية في القارة الأفريقية، نريد أن نعمل سوياً في صياغة مشروعات مشتركة للاستثمار والتجارة والتكامل الصناعي على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة. علاقات اقتصادية جزائرية مصرية أثمرت منذ سنوات عن ورشات استثمارية، والفرصة اليوم قائمة لمزيد من الشراكة، والهدف مضاعفة حجم الاستثمارات. في عام 2020 وصل حجم التبادل التجاري ما بين مصر والجزائر ل 750 مليون دولار. حاليا احنا بنتكلم في التسع شهور الاولى من العام الحالي 2021 وصل حجم التبادل التجاري ما بينهم نحو 600 مليون دولار، ونامل لان البلدين عندهم لديهم قدرات كثيره، نامل ان هو حجم التبادل التجاري في المستقبل يكون اكثر من 3 مليار او 5 مليار. احنا بنستثمر حاليا في مجال الطاقه الجديده المتجدده في مدينه بسكره، محطه الطاقه الشمسيه بمقدار 50 ميجا وات بالشراكه مع شريك جزائري. دي هتكون اول محطه طاقه شمسيه من نوعها في الجزائر، وتكون دي البدايه للاستثمار في الطاقه الشمسيه. هو لقاء لعرض التجارب والخبرات ولتحديث وتطوير البرامج من أجل جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز. بالعودة إلى أجواء الفرحة العارمة التي يصنعها الجزائريون بعد تتويج المستحق بالكأس العرب، وهذه الآن مشاهدينا أجواء الفرحة بتيارت. والله الا فرجه عشنا 120 دقيقه فرجه، والله يعطيهم الصح الشبيبه اللي كانوا في التيران، والله لا خرجوا سيفري شمخوا المايو. اوني فيار بزاف، وان شاء الله عقوبه ان شاء الله لا كوب دافريك زوج ورا بعضها ان شاء الله. وفيفا لاجيري 1 2 3، فيفا لاجيري شمخوا المايو شمخوا المايو. الحمد لله نشكركم، الحمد لله يا ربي. البطوله هذه كانت في المستوى، البطوله كانت في المستوى. شكرا لدولة قطر، شكرا للمجيد بوقرة، شكرا للاعبين، يعني والحمد لله ختامها كان مسك تتويج أبناء شهداء، أبناء مليون ونصف مليون شهيد هنا من وسط مدينة يالت. فيفا لالجيري 1 2 3، فيفا لالجيري. وجاء الفرحة متواصلة عبر الوطن، ونرصدها طبعا من خلال فرقنا التقنية المنتشرة لرصد هذه الفرحة العارمة، فرحة التي تشهدها المدن والشوارع والساحات العمومية في الجزائر، طبعا بما في ذلك البيوت والدارات والحارات والمنتزهات، كما هو الحال مع منتزه الصابلات بالعاصمة، في مشهد بانورامي حيوي ليل مضيء بالجزائر العاصمة. عودة إلى أطوار صناعة التاريخ أو أطوار المباراة التاريخية ببصمة أبطال الجزائر والعرب، الجزائر بطل العرب بظفرها بالكأس العربية في طبعتها العاشرة المقامة في قطر. طارق بوفليح. من أجلك عشنا يا وطني، من أجلك عشنا يا وطني، ولأجلك توجه 23 لاعبا وقائدهم الماجيك بوغرا إلى الدوحة القطرية. نفدي بروح أراضينا شعارهم لتقديم التضحية هناك. قد كنا أمس عمالقة الميدان، فتوجنا بالأراضي المصرية بكأس أمم إفريقيا في أول طبعة ب24 منتخب. وإن اليوم عمالقة، فتوجنا أيضا بأول ألقاب كأس العرب تحت لواء الفيفا. نحن في الكرة حماة مبادئنا، أبطالا كنا لا نرضى بغير الفوز نصيبا لنا. غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. أسياد إفريقيا قبل سنتين، وتسيدنا العرب في حاضرنا.
سجل يا تاريخ معالينا، النصر الأكبر كان لنا، وعلى تونس في النهائي فزنا، وقبلها قطر والمغرب ومصر ولبنان والسودان تغلبنا، فكان مجدا من صنع لاعبينا. بوقرة وكتيبته كانوا أضواء أنار درب الألقاب لخزائننا، فكان إبراهيم أفضلهم، وبالليل وصيفه، ومبولحي أفضل حارس عرين. هي هامات المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا ويكرمنا. هنيئا لنا بالكأس، هنيئا لنا بالمجد، شكرا لكم يا أبطال. وفي الختام، من أجلك نعيش يا جزائر. أغلى ما تملك الجزائر المورد البشري والتلاحم، تلاحم أبناء الجزائر. الجزائر الأرض المعطاءة والغنية أيضا بالموارد على اختلافها ماجدة، منها الفوسفات أحد دعائم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، قطاع يدر إيرادات هامة من العملة الصعبة ويوفر المئات من مناصب الشغل. من جمع الفوسفات ببير العتر بولاية تبسة، اكتشاف جديد باحتياطي كبير، يقول نور الدين بن عبسة. هو التحضير لانفجار وشيك بمحجر كاف السنون. العملية تمت بنجاح، وبعدها تقتلع الأحجار بمكمن جبل العنق ببئر العاتر، تنقل للطحن والسحق والغربلة، ويعالج المنتوج بالماء والتذرية، وبعد تجويفه يصبح قابلا للبيع. ذاك محصول الفوسفات أحد دعائم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. مركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر من أكبر المناجم الموجودة في الجزائر، يشغل أكثر من 1400 عامل، ويمثل إيرادات هامة من العملة الصعبة. في الآفاق مشروع مندمج لإنتاج الحمض الفوسفوري ببلاد الحدبة ببئر العاتر كذلك، وهي احتياطات تفوق 2 مليار طن حاليا، قابلة لزيادة، وسيمكن من خلق نشاط اقتصادي كبير على مستوى عدة ولايات بالشرق الجزائري، كما سيتم خلق مناصب شغل جد هامة، سيتم الاستغناء الكلي عن استيراد المواد المخصصة للفلاحة والزراعة. وراه يمتص عدد كبير من البطالة خاصة في منطقة حدودية، وهذا حلم كبير لطالما انتظره الشباب في بئر العاتر، سيجعل الجزائر إن شاء الله في مصاف الدول المتقدمة، وننتظر منه أنه يفتح علينا آفاق جديدة سواء بئر العاتر والجزائر ككل. الفوسفات ثروة للأجيال، واستغلاله مجلبة للعملة الصعبة وتحصيل للجباية المحلية. وتشجيعا للصادرات خارج المحروقات، تم شحن 50,000 طن من مادة كلينكير من ميناء عنابة نحو دولة كوت ديفوار. محمد زمولي. 50,000 طن من مادة الكلانكير يتم شحنها من ميناء عنابة موجهة للتصدير لدولة كوت ديفوار، وهي العملية التي تدخل في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية لتنويع الصادرات. اليوم شركة سيلاس تصدر في العالم كله، أمريكا، أفريقيا، أوروبا، وعندنا تصدير إن شاء الله الأسبوع الجاي لفرنسا من ميناء سكيكدا. ميناء عنابة تم تصدير بأن تم تصدير 1.5 مليون من الكلينكر في عام 2021، وإن شاء الله في عام 2022 هنوصل إن شاء الله إلى 2 مليون طن. ميناء عنابة يعني يبدأ يأخذ مكانته يعني في سلسلة المواني تاع الجزائر، حيث إن شاء الله يعني عن قريب راح نسلم محطة بحرية، ثم يعني إن شاء الله راح يكون فيه وعاء عقاري كبير إن شاء الله اللي راح يدخل يعني في تصدير مادة فوسفات. سياسات تسويقية جديدة للمنتوج المحلي الجزائري، ومعه توفير كل الإمكانيات من أجل زيادة التصدير. في إطار 3 سنوات الجزائر فرضت روحها في السوق العالمية للإسمنت والكلينكر، راهي تحت المرتبة الثانية في المحيط المتوسط، و
في نهاية العام إن شاء الله الجزائر تكون صدرت 6 ملايين طن. عملية التصدير من شأنها توسيع دائرة الشركاء الاقتصاديين في الدول الإفريقية والانفتاح على السوق العالمية. في مجال آخر من الاستثمارات الواعدة، مجمع سبخاك لمواد البناء بولاية شلف يختص في إنتاج مختلف مواد البناء الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير. محمد عياشي. جهود متضافرة من طرف عمال مصنع سبراك لتلبية حاجية مختلف ربوع الوطن من مواد البناء باستخدام أحدث التقنيات ووتيرات إنتاج تصل إلى 300 ألف مربع في السنة. العملية الأولى هي عملية التغليف، تغليف اللوحة، ثم عملية التقطيع، ثم عملية التعليب، ثم عملية التغليف. كمية الإنتاج اليومية تقارب 10,000 وحدة. فيما يخص طريقة العمل، هنا تحتاج إلى 3 عمال، وكل النظام التشغيل يتم بطريقة آلية. الاكتفاء الذاتي من تصنيع مادة الجبس هو الهدف الأساس الذي يسعى إليه القائمون على المصنع. هذا ما جعلهم يبدون اهتماما أكبرا لتكوين العمال على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتمكن منها. مربح المارشي الجزائري لا كونسوماسيون تاع 2 مليون 6 مليون دو متر كاري، وين حنا ننتجوا تقريبا من 30 حتى ل 35%. وين هذا المنتوج كان امبورتي، هذا المنتوج كنا نجيبوه من الخارج، دروك رانا نخدموا لهنايا تقريبا 30%. أهداف سطرتها الشركة على المديين البعيد والقصير، رامية إلى تصدير منتوجاتها إلى دول إفريقيا رغبة في رفع صادرات المنتوج الوطني. وعن التصدير أيضا، رفع رهان التصدير بمواصفات ذات جودة ونوعية لبلوغ الأسواق العالمية هو ما تسعى إليه شركة تصدير التمور العينة في نشرتنا من الوادي في روبورتاج سهيل بن دانية. يعتبر عامل الجودة من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المنتوج المحلي الموجه للتصدير، شرط أساس تعمل على احترامه مؤسسة توظيف وتصدير التمور بالوادي. معناتها المنتوج تاعنا ما يخرج من هنا يكون مطابق للمعايير الدولية، المعايير تاع الجزائر وطنيا، والمعايير تاع الزبون. معناتها في كندا ولا في أي دولة أوروبية تعطيك القوانين التي يجب أن نطبقها معناتها في المنتوج تاعنا. تعتمد مؤسسة توظيف التمور وتصديرها على انتقاء المنتوج المطابق لمعايير ومواصفات السوق الخارجية وفق الشهادة العالمية للمطابقة. المراقبة تاعنا هي نتبعوا لنورم كودكس أليمونتير، معناها هذه تاع الصحة العالمية، نتبعوه من ناحية الانفستاسيون، من ناحية الكاليبراج، على حسب أكيد الدموند تاع الكليون تاعنا، طول ميديتي الاكتيفيتي واتر، معناها هذا أهم حاجة نبزو عليها. وبعد تجربتها مع عالم التصدير، تتواجد المؤسسة في نقاط مختلفة من العالم بمنتوج دقلة نور. المؤسسة المصدرة يجب تكون تخدم بطريقة علمية، لأن لو كنت ما تخدمش بطريقة علمية ما تقدرش توصل لمبتغاها. الوقت هذا صدرنا إلى كندا، صدرنا إلى فرنسا، صدرنا إلى إيطاليا، صدرنا إلى موريتانيا، صدرنا إلى تركيا. ويطمح القائمون على مؤسسة توظيف التمور إلى تطوير أساليب الإنتاج وبلوغ السوق الإفريقية وأسواق عالمية أخرى. عودة إلى أجواء الفرحة مشاهدينا، وتحديدا بالجزائر العاصمة الأجواء متواصلة، ألوان الراية الوطنية تزين جميع ولايات الوطن. هذه الآن الأجواء بالعاصمة نتابع.
تتويج كان مستحق وبجدارة تغلبنا على كل الفرق العربية، لعبنا مع الأشقاء المغاربة مع المصاروة مع قطر مع تونس، توجنا بكل جدارة واستحقاق. خويا عندنا علم واحد نجمة وهلة اللي هي تجمعنا، ضرب واحد سيل الجيري خويا. الحمد لله دينا وكان المنتخب الوطني كان مليح، لعب مليح الحمد لله، وان شاء الله المقدر ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه الكوب دافريك وكوب دو مود ان شاء الله، والحمد لله ربي وكاع التوفيق من ربي سبحانه. فرحانين كي ربحنا وكنا عبالنا بلي حنربحوا، ونشكر المنتخب الوطني مبروك علينا. رانا فرحانين بزاف 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 اللي المنتخب هو اللي دينا لاكوب، ومبروك علينا، وان شاء الله العقوبه لاكوب جيمون وندو تاني اون بون بلاس ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيهم وربي يقويهم وربي يعطيهم ان شاء الله كل عام هنا رابحين ان شاء الله. هي جوا فرحة الجزائريين بكل عفوية، كيف لا والجزائر تتوج بطلا للعرب في النسخة العربية لكأس العرب المقامة بقطر. طبعا بالحديث عن المنافسات والاستحقاقات، الباهية وهران تتأهب وكلها جاهزية لاحتضان العرس المتوسطي، سواء تعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الرياضية والخدماتية. ماذا عن المنظر البانورامي ووهران الباهية تحتفي بصانيع أشبال مجيد بوقرة الضفر بالنجمة العربية الأولى للفريق الوطني، الفريق الوطني الجزائري بطلا للعرب في النسخة العاشرة من كأس العرب فيفا قطر 2021. نتابع هذه الصور الجميلة من وهران، تعالي وهران. الفرحة ما زالت متواصلة مشاهدين عبر كامل التراب الوطني، وكما ستشاهدون نرصدها لكم الآن من الواد. الأجواء إذن كانت من مدينة الألف قبة وقبة من الوادي إلى إيبون عنابة. كاميرا التلفزيون رصدت لكم الأجواء، بل نرصدها جميعا. نبقى مع أجواء البهجة بعد الفوز المستحق بكأس العرب، وننتقل إلى ولاية سطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كل الطاقم الفني والإداري لفريق المنتخب الوطني ونشكرهم على هذا الإنجاز، وإن شاء الله العقوبة للكوب دافريك الدوزيام إن شاء الله على التوالي، وبإذن الله ذهب بعيدا في كأس العالم إن شاء الله. بربي إن شاء الله كوب دافريك. مبروك علينا. مبروك علينا. أخوة مع فلسطين، تحيا فلسطين وتحيا فلسطين. السلام عليكم، ونادي هذا الكأس وهذه المفاجأة الرائعة اللي دارها لنا الفريق الوطني تاعنا، ومبروك علينا، وان شاء الله كأس العالم الثاني نزيدوا في ستاد دوزيام ولا طروازيام. مبروك علينا. 1-2-3 بفلاجيري. في الانشغال الصحي وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 185 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. إلى ذلك تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إذ تعرف المراكز العشرة مخصصة لتلقيح مستخدمي قطاع التربية ولاية المستغاة لم تعرف إقبالا واسعا، تقول كملي حمو. بدائرتي عشعشة وسيدي الخضر بمستغانم انطلقت الحملة الأسبوعية للتلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة منتسبي قطاع التربية، حيث تم تخصيص مراكز للتلقيح بالمؤسسات التربوية. بصفتي كأستاذ نحث جميع منتسبي قطاع التربية كسوا أساتذة إداريين أنه ينخرطوا في هذه العملية. فقدنا زملاء نتاعنا وفقدنا أحباب وجيران، معظمهم ما كانوش متلقحين. ضرورة التلقيح لمكافحة هذه الجائحة حماية لأبنائنا، وخاصة أن المؤسسات التربوية ربما تحتوي جميع شرائح المجتمع. تلقيت اللقاح الأول والثاني وأنا في انتظار اللقاح الثالث بعد استيفاء مدة 6 شهور. كان هناك تجاوب مع العملية، وين فتحنا 10 مراكز عبر كافة الدوائر بالولاية طيلة الأسبوع. اليوم في إطار الأبواب المفتوحة أيضا زدنا فتحنا مراكز أخرى عبر كافة وحدات الكشف والمتابعة. تشوفوا بلي هناك إقبال من طرف الموظفين. وتواصل مديرية التربية بالتنسيق مع مصالح الصحة بمستغانم لقاءات التحسيس بضرورة التلقيح لاكتساب المناعة الجماعية والحد من انتشار هذه الجائحة. اليوم رانا في دائرة عشعشة والبرنامج متواصل لتمكين من تلقيح أكبر عدد ممكن من المؤطرين، وهذا لتفادي العدوى في الوسط التربوي. هي عملية تحفيزية لعمال التربية باش نحسنوا ونسرعوا من وتيرة التلقيح، خصوصا لهذه الشريحة اللي تشكل شريحة كبيرة في المجتمع الجزائري. للعلم تقدر حصة الولاية من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بأكثر من 100,000 جرعة لقاح من مختلف الأنواع. نبقى على الصعيد الصحي بولاية بشار، بادرت الحماية المدنية بتنظيم قافلة طبية لفائدة سكان المناطق الحدودية للولاية، ومنها وافتنا مينا العرج بالمراسلة التالية. في أبعد نقطة من حدود ولاية بشار، قرية القطراني ببني والنيف وواحدة من المناطق النائية، وصلت إليها قافلة الحماية المدنية بطواقمها الطبية للتكفل بصحة قاطنيها، حيث تم تشخيصهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم مع تقديم أدوية مجانية. جيت نفوت البنت نتاعي وفوت وجيت وعطاني الرصاص وعطاني الدواء. لقيت الطب مرحبا بهم وسهلا، عند ربي ورجال البلاد يعاونونا بشوية دواء. تزامن مع انتشار وباء كوفيد-19 تم تطوير برنامج من أجل القيام بزيارة طبية ميدانية تتبعها إعطاء أدوية. التحسيس بضرورة التلقيح ضد كوفيد أجنى ثماره بهذه المنطقة. الفاكسان مليحة اللي عندهم السكر ولا الطنسور الأمراض المزمنة، باش حتى المرض هذا يجي كي يدخل يكون ديجا الجسم تاعك عارفه، يكون ما يأثرش فيك بزاف. درت الفاكسة تاع كورونا، هاي نحمي نفسي، نبجي ندير الفاكسة تاع الأمراض نحمي نفسي. القافلة ستجوب أزيد من 12 منطقة حدودية نائية ببشار،
ومجهودات واسعة تبذل لتقديم خدمة صحية عمومية. عندما يصطح بالنشيد الوطني وترفرف الراية الوطنية عاليا، فهذا إذانا بالفرحة والفوز، وهنا يتقاسم الجزائريون جميعهم النشوة، نشوة الفرحة العارمة، فرحة استثنائية عمت ربوع الجزائر، والجزائر الليلة لن تنام. من وهران والصور للبهية وهران من علي. نتابع نشرتنا مشاهدينا. للجزائر أبطالها ولها علماؤها، عريقة بتاريخها وتراثها وبطولاتها وأبنائها. وتقديرا لمنزلة العلم والعلماء، تم أمس تكريم الأستاذ الدكتور نصر الدين سعيدوني والدكتور معاوية سعيدوني بوسام العالم الجزائري. ربح مدوي. إسهاماته العلمية والفكرية كمؤرخ وباحث أصيل ووطني ودوره في التعريف بمكانة الجزائر إبان العهد العثماني أهلته ليكون المتوج بوسام العالم الجزائري لهذه الطبعة. إنه الدكتور ناصر الدين سعيدوني الذي قاسمه التتويج ابنه معاوية سعيدوني المختص في التراث والعمران والمقيم حاليا بكندا. أعمال يشهد لهما بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وباللغة العربية. هذا الحفل الناجح المبارك هو مبادرة طيبة تشعرنا بأن مستقبل الجزائر سيكون حافلا، وبأن للجزائر علماءها ولأن ومؤسساتها الخيرية، وبأن مؤسسة الوسام وسام العالم الجزائري هي مؤسسة رائدة. تزداد قيمة التكريم بالنسبة للمغترب مثلي، فبعد المسافة يزيد في الشعور بالفخر الذي يبعثه في النفس تكريمه وتقدير الأهل والأحبة. الابن والأب ومعهما هذه الرغبة في تأسيس موسوعة علمية بعشرات المجلدات تسمى بذاكرة الجزائر، ومشروع آخر بجغرافيا الجزائر بعلمائها وباحثيها ومعالمها. نعم، لمن يبحث عن تاريخ الوطن لنقول له بأن هاتي في كل شارع وفي كل زقاق وفي كل منطقة من مناطق هذا الوطن هناك علماء، هناك باحثون، فقط علينا أن ننتبه إليهم، أن نهتم بهم، ولا تنظر عيوننا بعيدا عنهم. تعتبر طبعا هذه المبادرة جادة وفي الطريق الصحيح، وهي تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الجزائر، وتؤسس أيضا لرؤية جديدة التي يجب فيها أن نلتفت إلى علمائنا وإلى نخبنا من أجل بناء جزائر جديدة. المثقف وتطلعات المجتمع وفي الأفق أكاديمية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، خدمة للوطن للمجتمع وللهوية الوطنية. وبالعلم نبني الوطن ونهضة الأمم. قصد الترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران انطلقت اليوم بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف، أو انطلقت منها قافلة شبانية تضم 1000 شاب تجوب مختلف ولايات الوطن. منال العجال رافقت الانطلاقة.
ترويجا لوهران عاصمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ينطلق هؤلاء الشباب في قافلة تجوب مختلف ولايات الوطن بنشاطات تعرف بهذه التظاهرة الرياضية والإمكانيات الكبيرة التي سخرت من أجل إنجاح هذا الموعد. احنا رايحين لولايه سطيف يعني باش نديروا يعني تبادل ما بين شباب ولايه الجزائر مع ولايه سطيف ان شاء الله، ويعني راح نتحدوا يعني العاب هذو. الوجهه تاعنا احنا مدينه تلمسان باش نتعرفوا على مختلف الثقافات ومختلف المناطق السياحيه الموجوده في هذه المدينه، خصيصا لتبادل المعلومات وتبادل التراث وكذلك المعارف والثقافات. العاب البحر الابيض المتوسط بعيون الشباب طريقة جديدة اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة لإضفاء الطابع الوطني على هذا الحدث الرياضي. راح نروج الألعاب البحر الأبيض المتوسط عندها أهمية كبيرة، حتى الشباب تاعنا يعيشوا الأجواء قبل ما تبدا الألعاب. عندنا حاضرة مسبح أولمبي فيه زوج مسابح، عندنا هياكل رياضية يعني تقدر حتى تستقبل بطولات عالمية في مختلف النشاطات، عندنا إقامة يعني فيلاج أولمبيك فيه 4300 سرير. وهران بمقدراتها السياحية ومنشآتها الفندقية وهياكلها الرياضية ستكون في الموعد تنظيما ومشاركة. نبقي على أجواء الفرحة التي يصنعها الجزائريون في كامل الربوعية الوطنية، نتحول هذه المرة إلى إليزي لنرصد لكم فرحة أبناء هذه المدينة احتفاء بالنصر الذي حققه أشبال مجيد بوقرة، طبعا بصناعتهم الفوز والفرجة الكروية، وأثمن من هذا الفوز بالكأس العربية. الجزائري ربي يوفقنا ان شاء الله في كاس العالم. اموت عليك بلايلي يا تحياتها. الحمد لله يا ربي كربحنا اليوم ورانا كاع فرحانين في الجزائري، ان شاء الله ما اللي نفرحوا بهم مع فلسطين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الحمد لله على هذا الفوز، نادي واد الفوز لفلسطين، وتحيا فلسطين ويحيا الشهداء. جزائري فلسطيني احنا فرحنا سبحان فلسطين وتحيا فلسطين. 1 2 3 في فلسطيني، 1 2 3 في فلسطيني، تحيا فلسطيني. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية عرفان لمن يصنع مجد وفخر البلاد في كل مجال. إلى أجواء الفرحة مرة أخرى من العاصمة. Thank you.
فرحة دائما إن شاء الله. وبهذه الأجواء نختم النشرة، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. المنتخب الوطني للمحليين يترصع بالنجمة العربية الأولى ويتوج بكأس العرب. عبد المجيد تبون يهنئ أشبال المدرب بوغرة، والفرحة يرسمها الجزائريون لوحات بألوان الراية الوطنية في ربوع الوطن. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين في قطاعي العدل والبحث العلمي وعرض يخص تطوير الانتاج الفلاحي. ممثلا لرئيس الجمهورية، الوزير الأول وزير المالية يستقبل من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش أشغال الدورة الثالثة لقمة الشراكة الإفريقية التركية باسطنبول. تأكيد على جهود الجزائر في تفعيل الحركية التنموية واستحداث ممرات اقتصادية في إفريقيا على أساس متلازمة السلم والأمن والتنمية، بمقاربة تجعل من النمو الاقتصادي دعامة للأمن والاستقرار. الجزائر تصدر 50,000 طن من مادة الكلينكير نحو دولة كوديفوار انطلاقاً من ميناء عنابة. ومن الوادي جهود حثيثة لرفع رهان تصدير التمور الجزائرية بمواصفات عالمية. ختاماً مبروك للأبطال وفرحة دائماً إن شاء الله. إلى اللقاء. تحية عرفان لكل من يصنع مجد وفرحة ونشوة الجزائر، تحية عرفان لكل من يصنع التميز داخل وخارج الوطن. الفرحة فرحة التتويج متواصلة لجزائر بطل العرب أشبال بوغرة. الشكر والامتنان، أفرحتم الجزائريين جميعهم. كلنا غبطة وسرور في هذه الليلة المميزة الإخبارية التي نرصد